بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف الشروقي من مواليد 2006، لاعب دورتموند الرياضي. بديت في كورة ملي كنت صغير، من عقلت على راسي وانا كنلعب كورة. ما كرهتش نكون لاعب فريق الرجاء الرياضي او لاعب منتخب مغربي. ما كرهتش ان شاء الله نلتحق فريق كبرى بحال مثل ريال مدريد او نابولي وفريق كبير ان شاء الله. من الصغر بديت كورة، من الصغر ديالي من عقلت على راسي وانا في التيران. والان انا دايب لاعب فريق شباب الرياضي مولاي رشيد مع نفس الاطر عادل شافيق. ملي بديت قائد فريق شباب الرياضي مولاي رشيد كنلعب في اللاكس، واختاريت داك البوست لان كيعجبني من الموهبه ديالي، والكوتش ديالي هو كيلعب في نفس البوست. الحلم ديالي لعب في فريق كبير ودوزت لي تاس فريق كبيره وما كرهتش التحق بالرجاء الرياضي. السنه الماضيه كنت كنلتحق بفريق الرجاء الرياضي من المدير التقني البلجيكي لأسباب ما قدرش نمشي لفريق الرجاء الرياضي، والان انا كنلعب في شباب مولاي رشيد. انا تايق في راسي نلعب في فريق كبيره لاني قائد فريق شباب الرياضي مولاي رشيد. ما كرهتش ان شاء الله مستقبلا نكون لاعب فريق ريال مدريد او نابولي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشكورين قناه شوف تيفي من هذا المنبر هذا. كنشكركم صراحه بعد ما تواصلت مع الاخ سمير لبى الدعوه باش يشجع هاد ابناء المنطقه مولاي رشيد اللي هي فيها شباب صراحه امثال يوسف نيس، غير بحكم يوسف انه لعب معايا من الصغر ديالو، من كان معايا في الجمعيه ديالي ديال دورتموند قبل ما يلتحق معايا في نادي الشباب الرياضي فئه الفتيان. وانني الدري شفت فيه انه عنده امكانيات كبيره، لانه ممكن توصل شي امور ليا، وانا تايق فيه انه يوصل شي امور ليا كبيره. لولا كما كيقولوا لولا الظروف اللي هي كانت تكون بعض المرات الله اعلم من بعض الاشخاص كتكون عندهم ايادي خفيه، ما عرفناش الاغاني ديالهم واش كيبغيو يقصيو ابناء المنطقه اللي هي منطقه مولاي رشيد، كيبغيو شي يوصلوا شي امور كما نشوفوا اناحي ونشوفوا لاعبين ديال ابناء المنطقه اللي هما وصلوا. وحد ذاتها مساله اناحي وهاد اللاعبين ديال المنطقه عطاو واحد الارتسامه لهاد ابناء المنطقه انهم شجعوهم اكثر، انهم كيقولوا اننا ما فقدناش الامان ما دام هاد الشخص وصل لهذاك الشيء انه ممكن حتى انا نوصل. وهذا هو الكلام ديالي مع يوسف دائما، لا هو لا الاصدقاء ديالو، كنتكلم معاهم دائما على هاد المساله هادي، ان لا ياس مع الحياه. انسان ما دام حي ما دام الروح فيه ممكن يحقق اي حاجه، ومادام انسان كيواظب على التدريب ديالو ويواظب على الصلاه ديالو والاخلاق ديالو والرياضه في وقتها، وكيجي المقابلات ديالو كيقوم بها نقولوا 90% 100% كيقوم بالدور ديالو داخل الملعب، الا انا تايق في هذاك الشاب انه غادي يوصل ان شاء الله. ومن هذا المنبر هذا انا كنتنبا لهذاك الشاب انه تبارك الله غيوصل لواحد الامور هي كبيره ان شاء الله. الدري ما كيكون باقي صغير كيكون باقي ما عندوش توجه. انا شفت فيه مادام الطوله عنده تبارك الله والوقفه ديالو انه ممكن انه يلعب في خلف الدفاع اللي هو نفس البوست كتلعب فيه. وهذا اللي خلاني انا خدمت معاه على ذاك البوست بزاف وركزت معاه عليه بزاف، لانه نفس الطريقه اللي كنت كنخدم بها انا في الصغار ديالي نفس الكاريزما اللي عنده هو حاليا. هذا الشيء اللي كنتنبا ليه انه غادي يوصل ان شاء الله. هذاك الشيء اللي ما حققتوش انا في الصغار ديالي بغيت تحقق في هذا الشاب هذا ان شاء الله باش يوصل ان شاء الله، لانه عنده طريقه ديال الدفاع ديالو انه يستحي انك تمر من حداه. وحتى في التسديد ماشي غير الدفاع ديالو، حتى في الهجوم ديالو انه راه كيسجل اهداف راسيه وقذفات من بعيد. انا كنت سمعت ان السنه الفريطه انه كان لان السنه الفريطه ما كنتش معاهم في الفتيان ديك الساعه ديال النادي الشباب الرياضي، كان انه البلجيكي المدير التقني ديال نادي الرجاء البيضاوي كان بعد ما تلاقاو معاهم في مقابله في العصبه انه كان معجب بالدري انه بغى يلتحق بالرجاء. انما علاش ما التحقش؟ شنو الاسباب؟ ما عرفنا شنو. حتى الناس باش يتواصلوا معك تعرف غير الدري شنو، واش ناقص شي حاجه في رجله، ناقص شي حاجه، ما عرفنا شنو الاسباب لحد الان باقي ما عرفناهاش. اش نقول لك، يوسف كون كان شي واحد اخر من غيره غادي يتاثر، ولكن الحمد لله عنده واحد القوه ديال الشخصيه، لان الحمد لله مربي عليه من كان باقي عندي صغير، عنده 8 سنين تقريبا كيلعب معايا، مربي عليه ديك المساله ديال انه يكون تايق في راسه، انني انا ما كاينش الرجاء كيجيش كيلفتح ولو انه هو محب نادي الرجاء البيضاوي.
ماشي منك نوع متعصب، غير هو محب انه كيتمنى يلعب نادي الرجاء البيضاوي باش يمثل المنتخب. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.